أنا هلأ رح أطلب شي فنجان قهوة أو عصير. كانت سخنة كتير. أنفلتت من جديد. مو معقول هدول شو اللي جابن لهون؟ سانديب تعال بسرعة. هاي القائمة برأيي كتير ممتازة، ما رح نتعذب أبداً بتحضيرها. هلأ بقلن مشان يزبطوا كل شي بقلن عليه. ليكي ريكيتا، بخصوص العصير بوثق بذوقك أكتر من ذوقي أنا حتى. عن جد؟ طبعاً. بتتذكري أول عطلة إلنا بلندن؟ وقتها أنا ما شربت، بس أنتي قلتي لازم تجرب طعمته وهو رح يعجبك، صح؟ وأنا خلصت قنينة العصير كلياتها وقتها، بتتذكري؟ وبتوقع اسمه كان عصير التوت وكان طيب كتير، لهلأ متذكره. بصراحة هديك المرة كانت أول مرة أنا انعجبت فيها بالبنات وبالعصير. لا تزودها، حاجة تخترع لي هيك قصص، لأنك أنت وقتها رح تتنام بعد. شو؟ أنا رايح أجيب العصير لك. ألو، المستثمرين رح يجوا، إذا مشيت الأمور إلك مكافأة، لهيك جهز حالك. مين بيكونوا هدول الاثنين؟ هدول جيفان ورافي شارما، بدهن وظيفة. اسمع لقلك، أنا في عندي شغل منيح كتير إلون، أنت دخلهم وفوراً جيب بدلتين من لباس العمال واعطيهن ياهن، والعامل اللي عنا خليه يروح على بيته، عطي حسابه ومشي. مدام هن طالبين شغل غير هاد. ليك يا موظف، ساوي بس اللي أنا بقلك عليه. روحوا قلن حالياً نحن بدنا بس عمال، وكمان شغلنا رح يكون بتقديم القهوة والشاي والمي وتنظيف الشركة هون. بس نحن يا مدام عنا عامل واحد وبكفي. شو؟ انت اللي عم تدفع؟ اهتم بشغلك، لا تتجادل معي، وإلا رح وظف حدا مكانك، فهمت؟ وكمان روح قلن يجوا بكرة على الوقت، وبدي المحل يكون نظيف أول ما أوصل. حاضر. إيه وبعد ما عنجدت أولنا؟ ليك إذا بتريد احترم حالك، نحن ناس محترمين، عم تفهم؟ معقول جايبنا هذا اللبس لنلبسه؟ شو بدك تشغلنا أنت؟ خدونه بلا مسخرة، شو عم تخبص؟ عرفان شو عم تعمل؟ أصلاً عيب عليك تعمل هالعملة، نحن صحيح جايين نطلب شغل بس مو أي شغل. مالك شايفه شو عمل؟ طول بالك، هذا شوي راضي. شكراً شكراً. بس يا جيفان. يسلم. هذا الشي بيسلي، هلأ الدنيا دارت وراح أخد حقي، بس للصدفة إنه مو هيك ساعدني.
مرحبا سيد شوريا. اهلا وسهلا. كيفك استاذ شوريا؟ اهلين تفضلي. حابب اتشكركم لانكم جزء من نجاح وايت تشيليز. ممتاز مهيك، ألف مبروك. أنا بتمنى إنه كل شي يكون منيح. وهلأ كلياتنا بدنا نتغدى. موفقين، وانتبهوا منيح وتأكدوا إنه عم تنسقوا كل شي تمام، اتفقنا؟ بريا إذا بدك تستفسري عن شي فأنا موجودة. أكيد مدام. جهزوا كل شيء. ايه اكيد رح يعجبك الاكل. شيء حلو باين الاكل طيب. ايه اكيد طيب. ممتاز. تفضلوا تفضلوا. صحتين. ممتاز شوريا، الأكل طيب. الشوربة كانت رائعة، الكل حبوها، وإذا المرة الجاية تعجبهم الشوربة كمان بيكون ممتاز. باين إنه اشتغل كثير بهالأكل. مو معقول فارا. ريكيتا بعتقد انه في شي غلط. ها؟ لك شو هاد؟ أنا ما عرفت طبيعي. أنا ما عرفت إيش. شو هالمطعم هذا؟ مو معقول. تفرج تفرج. عم نعمل الأكل. شو ناطرين طلعوه لبرا؟ كيف ممكن يصير هيك شيء؟ ما بعرف. انتبهوا منيح. مو معقول أبدا. ليكي هون كمان. هاي وحدة تانية؟ لا هيك. أنا ما أجي على المطعم مرة تانية. فرج فرج. شوريا المطعم شو عم يصير هون؟ شو هالفيران؟ استاذ بترجاك تفضل اقعد وهلا نحن بنحكي بالتفصيل. تفضل. وعم تحكي هيك بكل بساطة؟ نحن لازم نمشي من هون. كمان في فارة. انتبهوا. تيدي باي ليكا هون. ليكا صاروا ثلاثة. معقول أبدا فيران معبية انت منيحة؟ صار هيك كله معقول. شو قصة هالفيران؟ ما بعرف. شي ما بيتصدق. ما عاد اجي لهون ابدا. ولا انا. هي كانت اسوأ تجربة بتمرق علي بحياتي. شو هذا؟ طلبت منا نستثمر بمطعمك ما هيك؟ بس شوف كل هالفيران. انا ما راح اسكت. حلمك معنا فاشل شوريا. إني استثمر بالمطعم تبعك مستحيل، وإذا بدك أنا رايح أشتكي عليك. خلينا نمشي. اسمعني، نحن ما كنا بنعرف. أنت عم تحكي بأريحية كتير وكأن الشغلة عادية. إذا هيك أنت بتطبخي كل هالسنين، يعني كل الجوائز اللي أخدتيها لازم تنسحب منك فورا. صح كلامك. يلا امشوا من هون. خلينا نروح. يلا امشوا.
بستغني وبسكر بابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعن داري حلمي الصغير. بستغني وبسكر